جامعه المزور اللي قاد هذه العمليه واليوم التالي كما تابعنا جميعا بواحد الشكل متالق بواحد الشكل راقي جدا واللي بجهودنا جميعا كمل اللوحه ديال البارح اللوحه العلميه واليوم اللوحه الديمقراطيه اللي مشارك المغرب بكامله الى الاقل خارج المغرب. اليوم نرعى تافلات بهذه النخبه ترفع راسها مره اخرى بشكل عالي جدا. اهنئ كل الاخوان اللي حضروا الثقه واللي غادي يحضروا الثقه ديال المكتب التنفيذي الطرف الجمعي العام. ان نعطيكم واحد مره اخرى الامانه والتاريخ. هذا السي صديقي وصديقي اللي هو اليوم اول رئيس ديال هذه المنظمه اللي كنسميها من الان منظمه عتيله. هذا الرجل لا اعرفه قبل هذا الحدث. كنت غادي للاجتماع الاول ديال جلسه التحضيريه اللي تم حضور الاخوه العمداء وبعض الاطر واللي تعقد في المقر ديال جمعيه الجهاد المغربي في الرباط. وانا في الطريق يتصل بي هاتفيا باش يقول لي السي فلان واش هو رئيس الجهاد فلان. نعم الله يخليك راه عندي شي مستثمرين اسبان باغيين يعملوا استثمار ورانا قنعتهم باش يجيو العتافيات. فقلت له قدم لي نفسك الى فلان 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 فلان. قلت له فين راك دابا؟ قال لي في الرباط. قلت له غير واحد الاجتماع الى يمكن تخلعتي لي راه تيهمك الحق بي راه تيهمك. والتحق بنا وقد بدا الاجتماع وجلس وتابع النقاش وانخرط فيه قلبا وقالبا وها هو اليوم رئيس هذه المنظمه. كنقول هذه الرساله باش نرسلها لواحد المجموعه من الناس الذين احاطوا هذا الحدث بكثير من التخرصات وكثير من الريفلكس الفيو ريفلكس. اليوم هذا العرس الديمقراطي هذا الشاب العبقري الخبير مع اخوانه في هذه المؤسسه ان شاء الله جميعا سوف يصنعون لهذه الجهه بكل تاكيد بشراكه الجميع ان شاء الله مستقبلا افضل. الامر الاخر البارح قلت لكم عندنا معكم 10 التزامات اليوم حيدتوا واحد هو انكم اليوم ارسيتم هذه المؤسسه على قواعد الديمقراطيه قول سعود. غنزيدكم العشر نكملوا 10 باش ما بقاش الفراغ. لكن العشر غادي نتعاونوا عليه ماشي بوحدكم طبيعه الحال لانه بنبشركم من الان بان ان شاء الله حدث مثل هذا الحدث في محل شهرين شهرين ونسعى على اكبر تقدير ستعرف جهتنا بمبادره مره اخرى مجلس الجهه ماشي باش نخلقوا منظمه او مؤسسه لا في اطار القانون التنظيمي سوف يجتمع ان شاء الله بتراب العتافيلات في احدى مدنها الاخرى ان شاء الله حوالي 600 مستثمر من ابناء وبنات الجهه. هذا الخبر باش نقول لكم من الان انتم مدعوون رئيسا ومكتبا واعضاء ان نتعاون معكم لكي تمدونا بمعلومات وعلم كل المستثمرين داخل وخارج المغرب داخل وخارج الجهه اللي غنشكلوا المثلث ديال الاقلاع وديال النموذج التنموي. الخبره والبحث العلمي الاستثمار وراس المال والقرار للسوق الاداري والمنتخبه والحكوميه هادشي كله هذا المثلث هو اللي ان شاء الله في الملتقى ديال 2017 بحول الله لابد يكون كما التزمنا في احدى التوصيات ان يكون حدثا وعرسا علميا اقتصاديا اجتماعيا هذا المثلث غادي يتحقق فيه ان شاء الله تعالى. اذا ستكتمل اضلاع هذه الهندسه باستيعاب واستقطاب مستمر من ابناء الجهه واصدقاء كذلك جو الحمد لله كثر كما تخفى عليكم. اذا مره اخرى اسمحوا لي طبعا عندي واحد الالتزام غادي نمشي نرتبو عفوا. طبعا قبل ما نختم بغيت نقدم واحد الهدية باسمي مجلس الجهه للضيف العزيز والرئيس الكبير
المقتدر على هذا الحضور حتى اختيار ديال السي عمر حلي باش يسير هذا المؤتمر الاستثنائي. كنا في دبلجتين في المكتب واثير الاسم واتصلنا قال لكم مرحبا اش يكون سير استفاد الله سبحانه وتعالى. فلنتفضل مشكورا هاد الهدية طبعا هي واحد الطلبه ديال صنع البلاد ما غاديش نهزو باش نعطيوها ليه ندلو عليها وبعدها نبرغر ان شاء الله لقريب. مبارك السيد الرئيس شي ملحق ديال الهديه سيلتحق بعد قليل. كاين واحد الملحق من المنتوجات ديال البلاد غيتحط فوق الطبله باش سي عمر يدي الطبله للجامعه ولا حتى الدار وكان العشاء شنو غادير الوليدات؟